بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 145. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهينا في الحلقة الماضية إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من الأحداث من الأعياد المحدثة المبتدعة، وذكر عيد المولد، وأفضتم في أن ذلك من البدع، وأن مقيميه يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صدقت محبتهم لم يخالفوه، وأن ما يحصلونه من ثواب الأجر قد يغلبه ما يصيبهم من إثم المخالفة. وأشرتم إلى قول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. يتبادر سؤال هنا يا شيخ، كيف يجد المؤمن أو ينمي في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ استفتح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينمي المسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، منها إذا تأمل ما ذكره الله في حق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة والأخلاق العظيمة ونصحه للأمة وبلاغه صلى الله عليه وسلم المبين الذي بلغه للأمة، ويتأمل كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتشل أمة عظيمة من عبادة الأصنام ومن أعمال الجاهلية، لا في العرب فقط بل في المجموعة البشرية انتشلها صلى الله عليه وسلم، وأخرجها الله به من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى الصراط المستقيم. فهذا وما ورثه من العلم، من العلم النافع الذي هو حياة القلوب، هذه الأمور إذا تأملها الإنسان تحدث في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته وأفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وما قام به من الدعوة إلى الله والبلاغ المبين، وما ورثه من العلم النافع والهداية التي جعلت الناس المؤمنين يمشون على نور، على برهان. ولهذا قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فمن الذي أنقذ الله به، من الذي أنقذ الله به الناس من الحفرة من النار إلى الجنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي دعا إلى الله وبين ونصح وبلغ عليه الصلاة والسلام ووضح حتى تبين لمن يريد الحق ويريد النجاة، تبين له النور والبرهان. وترك أمور الجاهلية وترك الضلالات وأصبح في هداية وفي نور. ألا يقتضي هذا منا محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى، وذلك يقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه ناصح أمين عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نتبعه وأن نعمل بسنته وأن نحذر مما حذرنا الله منه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الواجب أن نطيعه وأن نتبعه وأن نقتدي به وأن نسير على نهجه، لأنه هو الحق وهو النجاة وهو الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. هذا مما يوجب محبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن نقول لابد من لمحبته من معرفته أخلاقه وآثاره. نعم، وسيرته ودعوته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، لابد من هذا. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: كذلك أي من الأعياد المحدثة ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع، من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. سبق هذا معنا. قال رحمه الله: مع اختلاف. نعم، هذه الجملة التي قالها الشيخ أن الله يثيبهم نعم على نيتهم واجتهادهم لا على ما أحدثوه من البدع تنبه لها، فإن كثيرا من المبتدعة الآن ينقلون هذه بالعكس، وأصحاب الموالد يأخذون هذه الجملة ويقولون الشيخ يرى إقامة المولد وأنهم مثابون، لأنهم يثابون على ذلك. الشيخ ما قال هذا كذب. الشيخ قال يثابون على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يثابون على البدعة التي يبدعون، بل إنهم يعذبون عليها ويأثمون بها. فالشيخ لم يحبذ إقامة المولد بهذه الكلمة التي يروجون بها على الناس، ويقول إن الشيخ يرى أن إقامة المولد لا بأس بها لأنها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يمكن هذا من فرط إنصافه لهم، قال لعل عندهم شيء يثابون عليه. نعم. قال: مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا. وهذا المولد الذي يقيمونه هذا باطل من عدة وجوه. نعم. أولا أنه لا دليل على إقامته لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح الذين هم أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يحبونه أكثر من محبتنا. فإذا قال المبتدعة إننا نقيم هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فنحن نقول: هل أنتم أعظم محبة من صحابة رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا هذا كذبوا. نعم. وإن قالوا لا، ما لسنا أشد محبة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة، قلنا: إذن لماذا تحدثون شيئا لم يفعلوه ولم يروه؟ فأنتم مخالفون لهم في هذا. نعم، هذا الوجه الأول من بطلانه. هذا الوجه الأول من بطلانه، من بطلانه هذا العيد. نعم. قال: مع اختلاف الناس في مولده. الوجه الثاني مما يدل على بطلان هذا المولد أن الناس اختلفوا في مولده في أي يوم كان وفي أي شهر كان، وهذا يدل على أنه لا مصلحة لنا في معرفة تاريخ مولده. فلو كان لنا مصلحة في ذلك لبين يوم مولده، وعلى أنه لا يتعلق به حكم شرعي. إذ لو كان يتعلق بيوم مولده حكم شرعي لبينه الله لنا. فاختلافهم هم حتى المبتدعة مختلفون في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا أصل للعناية بهذا اليوم. نعم. نعم. قال: فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا. نعم، لعدم المقتضي له، لوجود المقتضي له وهو محبة الرسول. نعم. فهم يحبون الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعدم المانع منه أنه ما أحد يمنعهم لو أرادوا ذلك، ما خافوا من سلطان ولا خافوا من سطوة ولا خافوا، إنما تركوه اختيارا. نعم، تركوه اختيارا، دل على أنه غير مشروع. نعم. قال: ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا. فإن لو كان إحياء هذا اليوم بالبدعة حقا لما خفي على
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ثم يظهر ذلك للخلف الذين جاءوا من بعدهم. نعم. فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، هذا الذي قلناه سابقا. نعم. وهم على الخير أحرص، وهم على الخير أحرص، ولو كان في إقامة هذه المناسبة خير لكانوا أسبق إليها. نعم. دل على أنه لا خير فيها، ما تركوها إلا لأنها لا خير فيها. نعم. قال: وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا. علامات محبته صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه فيما جاء به ظاهرا وباطنا، هذه علامة المحبة. وليس علامة المحبة إحياء البدع ونسبتها إلى تعظيمه ومحبته، فإن هذا ليس من محبته، بل هذا مما يكرهه صلى الله عليه وسلم ويبغضه. فإذا كنت تحب شخصا فكيف تعمل شيئا يغضبه؟ كيف تعمل شيئا ينهى عنه ذلك الشخص ولا يريده؟ هل هذا من المحبة؟ بالعكس، هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال: وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به. هذا لو كانوا يريدون الخير ويريدون الأجر لنشروا سنة الرسول بدل أن ينشروا البدع، لكنهم سيأتي به كلام الشيخ أنهم لا يحرصون على السنن، وسبق أنه قال هذا. نعم. أن المبتدعة لا يحرصون على السنن وإنما يحرصون على البدع وإحياء البدع، وهذا من حكمة الله. أوه. أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، فمن ترك السنة ابتلي بالبدعة ضدها. نعم. والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، هكذا فعلوا، والجهاد على ذلك، جاهدوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والمال رضي الله عنه. فكيف يقال إنهم تركوا شيئا من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حق الرسول عليهم، وهو إحياء يوم مولده؟ نعم. فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان. نعم. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد اللذين يرجى لهم بهما المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه. نعم. هذا من الإنصاف من الشيخ رحمه الله. رحمه الله. يقول إنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يؤجرون على محبة الرسول، لكن لا يؤجرون على البدعة، بل يأثمون عليها كما سبق. نعم. وكذلك الاجتهاد، هم يتحرون الخير ويجتهدون في طلب الخير، لكنهم أخطأوا في هذا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، على اجتهاده. فهم يؤجرون على النية الصالحة والمحبة للرسول وعلى الاجتهاد الذي يتحرون به الفضيلة، لكنهم لا يؤجرون على المخالفة والبدع والمحدثات، بل يأثمون عليها. فإذا قارنت بين هذا وهذا فستجد أن الإثم المترتب على البدعة أشد من الأجر المترتب على المحبة والنية الصالحة والاجتهاد. نعم. وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه. هم في عملهم هذه البدعة يزعمون أنها من المحسنات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومن التجمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يتبعونه، فإنه نهى عن البدع ونهى عن المحدثات. نعم. ولم يعملوا بسنته عليه الصلاة والسلام، فهم بمنزلة من يحلي المصحف بالذهب والفضة وينمق غلافه ويحسن طباعته وكتابته، ولكنه لا يعمل به، لا يعمل بما في المصحف من القرآن من الأوامر والنواهي والطاعات وفعل الخيرات،
فعمله في المصحف لا ينفعه شيئا ولا يجديه شيئا. كذلك هؤلاء اجتهادهم في محبة الرسول بزعمهم وعمل هذه الأعمال هذا لا ينفعهم شيئا، لأنهم لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يبني مسجدا ويزخرفه وينفق عليه الأموال لكن لا يصلي مع الجماعة، فهذا لا تنفعه إقامة المسجد لأنه لا يصلي فيه ولا يؤدي فيه صلاة الجماعة الواجبة عليه عينا. فقارن بين تركه لصلاة الجماعة وزخرفته وما فيه من الإثم وزخرفته للمسجد، بل قد نقول إن زخرفة المسجد يأثم عليها، الله المستعان، لأنه مكروه زخرفة المساجد، فهذا لا يجدي عنه شيئا زخرفته للمسجد وتعظيمه للمسجد وإنفاقه الأموال فيه وهو لا يصلي فيه، هذا لا ينفعه شيء عند الله سبحانه وتعالى. ليس بأمانيكم ولا أمانيك. نعم. نعم نعم. وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجالات المزخرفة وأمثل هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. بعض الناس يتخذ المظاهر، الله المظاهر المستعان، للعبادات ويعتني بها لكن لا يعتني بالحقائق. الله المستعان. يأتي بالمسبحة، التسبيح مطلوب ومشروع لكن المسبحة غير مشروعة، غاية ما يقال أنه يباح عد التسبيح بها، وكونه يزخرفها ويذهبها ويقول هذا تعظيم لذكر الله سبحانه وتعالى هذا غير صحيح. لو سبح بالحصى أو سبح بأصابعه هذا أفضل بعد من المسبحة، كونه يزخرف المسبحة ويخسر عليها ويقول هذا من تعظيم ذكر الله هل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر على ذلك. وكذلك السجادة، يأتي بسجادة يصلي عليها من أفخر ما يكون من أنواع السجاد، من أنواع السجاد، لكنه لا يصلي عليها ولا ولو صلى عليها لا يتقن الصلاة ولا يتقن الخشوع والعبادة، فلا تنفعه السجادة المزخرفة. كذلك المساجد، اللي يزخرف المسجد ويزينه بأنواع الزينة ويخسر عليه ولكنه لا يصلي فيه، إذن ماذا استفاد؟ لم يستفد شيئا. والزخرفة يأثم عليها لأنها منهي عن زخرفة المساجد. نعم. ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها كما جاء في الحديث. كذلك من المحذورات في الزخرفة والتزيين والتنميق في العبادات أنها لا تدل على الفضيلة أو على الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور ليست بالمظاهر. نعم. وإنما الأمور بالحقائق. نعم. وما في القلوب، وربما يكون إنسان ليس عليه ثياب جمال وليس عليه أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ نظرا لقلبه ومحبته لله وخشيته لله. ليست العبرة بالمظاهر، بالسجاد وبالمسابح وزخرفة المساجد وما يكون في عيد المولد من المظاهر اللي يزعمون أنها تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وتجديد لذكراه كما يقولون، أو بعضهم يقول أن الرسول يحضر في هذه، يعني يحضر هذا الاحتفال، ربما يقول بعضهم أنه يلقي كلمة في هذا الاحتفال، معاذ الله، وما أشبه ذلك من غرور الشيطان لهؤلاء. نعم. قال ويصحبها من الرياء والكبر واشتغال المشروع ما يفسد حال صاحبها كما جاء في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. نعم. فالعبرة ليست بزخرفة المساجد، إنما العبرة في عمارة المساجد في العبادة. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المسجد يكفي أن يكون قدر الحاجة، يؤوي من الحر ومن البرد ومن المطر، ويكون متقنا بحيث لا ينفذ إليه ما يؤذي المصلين. أما الزخرفة فهذه لا تصلح في المساجد،
لأن المسألة ليست مسألة مظاهر ومتاحف ومفاخر، وإنما هي مسألة عبادة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان في عهده؟ أليس هو من الخشب، من جذوع النخل؟ أعمدته من جذوع النخل، وسقفه من السعف، سقفه من السعف والجريد، وهو أفضل مسجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. نعم. والصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه، مع أنه بهذا المظهر. فالعبرة ليست بالمظاهر، العبرة بالحقائق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل على عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. نعم، العمل قد يكون خيرا خالصا، نعم، وقد يكون شرا خالصا، وقد يكون فيه خير وشر. العبرة بما ترجح، فإن كان الراجح الخير فإنه خير، وإن كان الراجح الشر فإنه شر، وإن تساوي كذلك فهو شر. فالمولد إن قيل إن فيه خير فإنه مغمور بما فيه من الشرور والبدع والمحدثات، يكفي أن أصله مبتدع. نعم. قال: فعليك هنا، يعني ما كان فيه خير وشر، بأدبين: أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، وأعرف المعروف وأنكر المنكر. نعم. والثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. عليك نحو الخير أنك تبادر بنفسك إليه، نعم، وتعمل به وتتمثل به، ثم بعد ذلك تدعو الناس إليه، فلا تقتصر على نفسك وتترك الناس، ولا تعتني بالناس وتترك نفسك، بل عليك أن تجمع بين الأمرين: أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا يخالف العقل. نعم. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. بحسب الإمكان وما أتاك الله من القدرة على ذلك، ولا تقتصر على نفسك. فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. هذه قضية من قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ من عادته رحمه الله أنه يستطرد رحمه الله إذا جاءت مناسبة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر فيه إلى الأثر الذي يحصل، فإن كان سيزول المنكر أو يخف المنكر فإنه يقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان المنكر يزيد أو لا يخف ولا يتغير، فحينئذ لا فائدة من الإنكار. نعم. ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء. لو قيل إن البدعة فيها خير، لكن السنة كلها خير. نعم. السنة كلها خير، فلماذا تترك ما هو خير كله وتذهب إلى شيء فيه خير ربما يكون مرجوحا؟ نعم. ربما يكون مرجوحا بالشر. هذا من باب التنزل معهم في مجادلتهم، وإلا فالبدعة ليس فيها خير أصلا. نعم. لو كان فيها خير لما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدد النهي فيها وحذر منها. نعم. ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. نعم. فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون، قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق، ومنها ما يكون واجبا على التقييد. نعم. يقال لهؤلاء الذين يحيون البدع ويزعمون أنهم تقربون إلى الله: لماذا تركتم ما هو خير محض؟
نعم، أو خير غالب، وذهبتم إلى ما هو شر محض أو شر غالب. أو شر غالب، لماذا أخذتم البدعة المنهي عنها وتركتم السنة المأمور بها؟ وفي السنن خير وفيها شغل شاغل للإنسان، لا تتركوا له فراغا. نعم، إذا حرص عليها لا تتركوا له فراغا. نعم، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها. نعم، فالعبادة إذا دخل الإنسان فيها فإنه يتقنها حسب استطاعته، ولا يقول هذه السنة يتهاون فيها، فهي وإن كانت سنة لا بد من تكميلها، لا بد من تكميلها. قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كان نافلة فيجب إتمامه، ولو كان الحج نافلة والعمرة نافلة، ولا يقول هذه نافلة ويقصر فيها. كذلك سائر العبادات، لا إذا صلى نافلة لا يخفف فيها ويترك الطمأنينة أو ينشغل بقلبه وبفكره عنها ويقول هذه نافلة، لا، أكملها، أكمل حتى النافلة، وأتي بأركانها وشروطها حتى تصح وتثاب عليها. نعم، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق، وكما يجب على كل من يؤدي عملا سواء كان خاصا به أو للناس. نعم، كالذي يصلي وحده أو يصلي بالناس، يجب عليه أن يتقن الصلاة سواء صلى وحده أو صلى إماما بالناس، لأنها عبادة، عبادة لله على كلا الحالين، سواء أديتها منفردا أو أديتها مع الناس أو إماما للناس. العبادة لا بد من إتمامها وإيفائها حقها حتى تكون نافعة لصاحبها ويثيبه الله عليها. نعم، أحسن الله إليكم. ذكر من السنن ما يكون واجب على الإطلاق أو على التقييد، وندعو إلى حلقة القادمة إن شاء الله منها ما يكره المداومة على تركه. ولنهاية وقت لقائنا أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية مهندس صوت أخي حمد العزاز، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.